بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ادنس جديده لبرنامج الريفت بروتوتيك 3 دي بي دي اف. هيصدر لي اي موديل ل 3 دي. هدخل بالريفرنس اتاكد درجه الكواليتي اللي انا عايزها وبعد كده اقول له اكسبورت. تمام، فهتحط بقى باسورد لو انت عايز، وبعد كده هتصدر الملف هو ل 3 دي. بيقول لي ان هو اتصدر، اقول له اوكي واروح للملف دوت لو انا عايز افتحه. ظهر لي اول ملف اهوت، ابدا اشوف الديفولت مثلا الفيوز، ابدا اشوفه 3 دي من جميع النواحي. ما شاء الله ما شاء الله، السلام عليك، ايه الحلاوه دي. نبدا نعمل كورس سكشن. اتحكم في الإضاءة زي ما احنا عايزين.